منزل بورلي ريكتوري. بورلي ريكتوري هو منزل يشتهر بكونه واحداً من أكثر المنازل المسكونة شهرة في إنجلترا. يعود تاريخ بناء المنزل إلى العام 1862، ولكنه بسرعة أصبح معروفاً بسبب الأحداث الغريبة والظواهر الخارقة التي تحدث فيه. تتراوح الأحداث المزعجة في منزل بورلي ريكتوري بين الأصوات الغريبة والتواجد الظاهري للأشباح والكائنات الخارقة. يقول السكان السابقون والحاليون إنهم شهدوا ظواهر مثل الأشياء التي تنتقل بشكل غامض، والأصوات المخيفة التي تصدر من الجدران، والأشباح التي يرونها في الممرات والغرف. القس هنري داوسون، 28 يوليو عام 1900. شاهدت أربعة من بنات القس هنري داوسون إليس بول شيئاً يشبه شبح راهبة في الشفق، وكانت الرؤية على بعد حوالي 37 متراً من منزلهم. عندما حاولوا التواصل معه اختفى الشبح فجأة عندما اقتربوا منه. في وقت لاحق صرح عازف الأورج المحلي أرنست أمبروز بأن عائلة القس كانت مقتنعة جداً برؤيتهم للأشباح في عدة مناسبات. هذا الحدث لم يكن الوحيد، حيث أفاد أشخاصاً مختلفون عن رؤية مجموعة متنوعة من الحوادث المحيرة على مدار العقود الأربعة التالية، مثل رؤية باص شبح يتم سحبه بواسطة فرسان لا يملكون رؤوس. القس غاي إريك سميث وزوجته. بعد وصولهم إلى المنزل الجديد اكتشفت زوجة سميث أثناء تنظيفها للخزانة حزمة ورقية بنية تحتوي على جمجمة امرأة شابة. وبعد فترة قصيرة حدوث مجموعة متنوعة من الحوادث المريبة، بما في ذلك سماع أصوات أجراس الخدم رغم فصلها عن مصدر الكهرباء، وظهور أضواء في النوافذ، وسماع خطوات. وبالإضافة إلى ذلك زعمت زوجة سميث أنها رأت عربة مجرورة بالخيول في الليل. استدان سميث للاتصال بصحيفة الديلي ميرور بهدف الاتصال بجمعية الأبحاث النفسية للحصول على المساعدة والتوجيه. ليونيل فويستر تحدث عن العديد من الحوادث الغريبة التي حدثت منذ وقت انتقاله وأسرته إلى التقائهم في أكتوبر 1935. تضمن تقريره حادثة مثل رنين الأجراس، تحطيم النوافذ، رمي الحجارة والزجاجات، الكتابة على الجدران، وإغلاق ابنتهم في غرفة بدون مفتاح. كما أبلغت ماريان فويستر زوجها عن سلسلة كاملة من الأحداث الشريرة، بما في ذلك رميها من سريرها. بناء على ذلك حاول فويستر مرتين تنظيم جلسات لطرد الأرواح الشريرة، ومع ذلك لم تكن جهوده ذات فائدة. بعدها غادرت عائلة فويستر منزل بورلي بسبب مرض ليونيل فويستر. تنتشر العديد من النظريات والشائعات حول أسباب الأحداث المرعبة في بورلي ريكتوري. تشمل بعض النظريات تأثيرات شياطينية وأرواح شريرة، بينما تعتقد النظريات الأخرى أن المنزل بني على أرض ملوثة بالطاقة السلبية، أو أنه يعاني من تأثيرات منطقة زمنية غامضة. مع مرور الوقت أصبح منزل بورلي ريكتوري وجهة شهيرة للباحثين عن الخوارق وعشاق الرعب. هذا الجمع بين التاريخ المظلم والأحداث المرعبة القوية جعله مصدر إلهام للعديد من الأفلام والوثائقيات والألعاب والأعمال الأدبية. هناك العديد من القصص المثيرة والحقيقية، مثل قصة منزل بورلي ريكتوري. كل ما هو مثير وغامض في عالمنا. في الفيديو القادم، أوستن هاروف الوحش الأمريكي. جنس بشري ملعون أم قوة خارقة؟ لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة كي يصلك كل جديد.